سلام البنات، مرحبا بكم في قناتي. ان شاء الله تكونوا كامل بخير، واذا ما زلتم ما اشتركتوش في القناه اضغطوا على زر الاشتراك والجرس، هكا دائما يلحقكم كل الجديد. كيما وعدتكم جوله في اكسيون جديد تاع ستيل. اللي ما شافوش لا فيديو تاعي تاع الجوله تاع سنتر كوميرسيال ستيل في سانت إتيان، روحوا شوفوا لا فيديو، نحطها لكم في صندوق الوصف. المهم اليوم جولة في أكسيون، يعني هاي الأكسيون هذا حاولت نصور لكم كلش كاين. الغاشي بسكو رحت النهار الأول، غاشي عظيم، يعني دخل الأكسيون تبان لي كامل راحت الوجهة تاعهم الأكسيون. المهم مع الدخلة نلقاو ليزوفر تاع لا سيمان كيما راكم تشوفوا، ومن بعد تبعوا معايا لا فيديو باه تشوفوا واش كاين فيه. يعني كاين معمر ما شاء الله، وعجبني التنظيم تاعو، جا هايل. واكيد كل ما نروح لكاشي ماغازان نصور لكم كلش الجديد، يعني بلا ما تروحي وتشقي روحك سورتو اذا جا بعيد عليك الاخر لو ماغازان، انا نصور لكم كلش. برك قولوا لي في التعليق واش تحبوا تشوفوا، واش هو لو ماغازان بريفيري تاعكم، اكتبوا لي برك في التعليق لو ماغازان اللي تحبوه، وانا كل ما نقعد نروح ندير لكم جوله. عندي شويه لي سيمان هادو راهم شويه شارجي، على بها مانيش ندير لكم بزاف لي فيديو، اسمحوا لي. عندي بزاف لي رونديفو، يخي تعرفوا لو مواد سبتمبر لا رونتري كلش يجينا على ضربه. يفوت سبتمبر هذا ان شاء الله ونرجع لليوتيوب كيما كنت اكثر. برك محتاجه شويه تشجيعات، هذا مكان كيف تشجعوني، بارطاجيو لي فيديو تاعي، ديروا لي لايكات، بارطاجيوهم هكا يشوفوهم اكبر عدد من الناس، هكا نتشجع ونزيد ندير لكم فيديوهات اكثر واكثر. انا خليكم تشوفوا باقي الجوله في اكسيون هذا، حاولت نصور لكم كلش. المره الجايه نزيد نصور لكم بلي ديتاي اكثر.
لحقنا لنهاية الفيديو، إن شاء الله تكونوا استفدتوا من هذه الفيديو وإن شاء الله تكون عجبتكم. وكما قلت لكم ما تنساوش تحطوا لي لو ماغازان بريفيري تاعكم واللي تحبوا تشوفوا فيه الجولات بزاف، وانا راح نصور لكم كلش لانه ستيل خاصك حدا داري ماهوش بعيد عليا خلاص، دونك راني هنايا نصور لكم كلش. المهم ما تنسونيش باللايكات وما تنسوش تبارطاجيو لا فيديو تاعي، واللي مازالوا ما اشتركوش في القناه مرحبا بكم وفعلوا الجرس هكا دائما يلحقكم كل الجديد. انا خليكم ونتلاقاو في الفيديو القادمه ان شاء الله.